نظم أهالي بلدة الدراز تظاهرة ثورية بعنوان نرفض حكم القبيلة، في إشارة لاستمرار المواطنين في الوقوف ضد التسويات مع النظام الحاكم. التظاهرة دعت إليها القوى الثورية في البلدة، وشارك فيها والد الشهيد علي مشيمع الذي استدعي للتحقيق على خلفية حضوره الفاعل في التظاهرات الشعبية. ورد والد الشهيد على هذا الاستهداف بتأكيد حضوره في الميادين التي تنادي بمحاسبة القتلة والقصاص لدم الشهداء. من جهة أخرى، لا تزال قضية احتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبار حاضرة في ساحات الثورة، حيث تعهدت القوى الثورية بالمضي على وعدها لعبرة يتيمة الشهيد المظلوم بتحرير جثمان والدها بقوة الميدان. يأكلنا كلنا هني، ما نقدر نضل بدون أبونا. وفي هذا السياق جالت تظاهرات في بلدات عالي وسلماباد والديه والدراز، رفعت شعارات الوفاء للشهيد والتنديل بجريمة النظام التي اعتبرها المتظاهرون استمرارا لحرب الإبادة المدعومة من الاحتلال السعودي والإماراتي. وكانت قوات النظام قد اقتحمت فجرا مناطق مختلفة من جزيرة سترة وداهمت بيوت المواطنين. ونقل شهود عيان عن اعتقال عدد من الشباب، فيما أعلن السرايا الأشتر في بيان لها عن ردع القوات التي شنت هجومها على سترة. من جهة أخرى، بدأت البلدات التعبئة لفعالية ميداننا المنامة، وعلت اليافطات والشعارات التي تحث على المشاركة في النزول الجماهيري إلى العاصمة في 17 من هذا الشهر. ويتزامن ذلك مع ترقب الإفراج عن الرمز الحقوقي نبيل رجب في 24 من الشهر الجاري. ورفع المواطنون كلمات لرجب ودعواته للتظاهر في العاصمة وجعلها مركزا للتظاهر المتواصل ضد النظام.